حبيتك يا سلطان ايامي، حبيتك يا محشوق احلامي. حياكم الله وبياكم، ونجدد التهاني والتبريكات بذكرى ولادة أنيس النفوس غريب طوس الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. في فقرة ذاكرة الأيام نتوقف عن الأحداث التي مرت في مثل هذا اليوم، وبما أننا نعيش في 11 من ذي القعدة، وأكيد ولادة إمامنا وسيدنا وشفيعنا الإمام علي بن موسى الرضا. هو أبو الحسن علي بن موسى الرضا، ويكنى أيضا أبو إبراهيم وأبو بكر. هو ثامن الأئمة الاثنى عشر، لقب بغريب الغرباء كونه دفن عليه السلام في بلاد فارس بعيدا عن أرض آبائه العرب. ولد الإمام الرضا عليه السلام في المدينة المنورة، ومنها انتقل إلى خراسان بضغط من المأمون لمنحه ولاية العهد كرها. أما عناصر الإمام الرضا عليه السلام ومكوناته النفسية فكانت ملتقى للفضيلة بجميع أبعادها وصورها، فلم تبقى صفة شريفة يسمو بها الإنسان إلا وهي من ذاته ومن نزعاته، فقد وهبه الله كما وهب آبائه العظام كل مكرمة، وحباه بكل شرف، وجعله علما لأمة جده محمد صلى الله عليه وآله يهتدي به الحائر، ويرشد به الضال، وتستنير به العقول. أما أخلاق الإمام الرضا عليه السلام فإنها نفحة من أخلاق جده الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي امتاز على سائر النبيين بهذه الفضائل. السلام عليك يا سيدي ومولاي، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياً.